تعالوا بقى نشوف جامعة جراتس في النمسا أعلنت عن إيه. أعلنت الكشف عن جزء من كتاب مصري. هذا الكتاب بيعتبر ويعد هو الأقدم في التاريخ. أنا أظن الموضوع برضو منطقي، ما هو أنت أقدم وأول حضارة في التاريخ وأول دولة وطنية في التاريخ، فطبيعي أنه أدبياتك وأدبك وملاحظاتك وكتبك وأبحاثك تبقى هي الأولى في التاريخ. جامعة جراتس النمساوية قالت أنه في جزء صغير من دفتر ملاحظات، خد بالك، تم تجليده في دفتر ملاحظات، حلو قوي دي، تم تجليده في مصر من حوالي 2300 سنة. وبالتالي طبقا لجامعة جراتس النمساوية هذا الكتاب يعد أقدم جزء، أو هذا الجزء اللي حضرتك شايفه ده، أيوة، ده يعد أقدم جزء من كتاب تم اكتشافه على الإطلاق. طيب إيه اللي حصل؟ هو تم التنقيب عن ورق بردي ومن الأوراق الأولية في مقبرة الهبة سنة 1902. هنا بقى إيه؟ دي كده الحدوتة، يعني من أكتر من 100 سنة، يجي 119 سنة. الجزء ده من الكتاب وهذه البرديات موجودة في الجامعة هناك جراتس في النمسا. تاريخ القطعة دي تقريبا حوالي 260 قبل ميلاد سيدنا المسيح. نفهم بقى عن الحدوتة دي من دكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمختص في علم المصريات وطبعا المفتش بوزارة السياحة والأثار. أهلا بيك يا دكتور. يعني أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وكل السادة المشاهدين. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب، وعيدوا علينا بالخير. الحضارة المصرية القديمة دائما ما تبهرنا، ويمكن في هذه القطعة من دفتر الملاحظات زي ما وصفوه جامعة جراتس انه بقاله يجي 260 سنة قبل ميلاد المسيح، انا بظن انه اكيد عندنا ما هو اقدم من ذلك كمان. لكن خليني في دي، ايه الحدوتة اللي بدأت من 1902 ونتائجها تظهر في 2023؟ هو مبدئيا احنا بنتكلم طبعا عن اقدم حضاره على وجه الارض هي الحضاره المصريه القديمه، ده ما شيء ما فيش فيه اختلاف. صحيح. المكان اللي وجد فيه الفيوم، الفيوم ديت اصلا ديت كانت بالتحديد جزء من محافظه، يعني عاصمه من عاصم مصر قديما، ده اول حاجه اقليم الاقاليم. ثم عصر الدوله الوسطى ده حضرتك كان الفتره اللي كان فيها العاصمه في الليشت واللاهون، يعني فيها اهرامات هواره واهرامات الليشت واللاهون وفتره الملك عبد المحاتي الثاني في عصر الاسره الدوله الوسطى الاسره الثانيه عشره بالتحديد. واحنا بنتكلم عن هذه المنطقه بالتحديد والفيوم ديت طبعا كان فيها كمان اربع عصور، حضاره مصريه قديمه، حضاره يونانيه، حضاره رومانيه، طبعا حضاره قبطيه، يبقى احنا كده بنتكلم في اربع عصور. الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه هو طبعا كتاب طبعا يعني تم وصفه يعني بالظبط يوم يعني 11 مايو 2023 ان الكاتبه نفسها او الشخصيه اللي اكتشفت هذا الكتاب وصفته قالت لك ان هي رات في البدايه خيط ثم يعني طي وسكوب للخيوط المركزيه. كل هذه العلامات كانت تدل على ان هذا كتاب مجلد، ويرجح هذا التاريخ طبعا في الفتره ما بين 400 عام الى 260 قبل الميلاد. يعني بنتكلم مثلا عن زي ما حضرتك القرن الثالث الميلادي، القرن الثاني الميلادي، يعني هذه الخيوط نفسها تعود للقرن الثاني الميلادي. واحنا بنتكلم طبعا هذا الكتاب كان من البردي، وترجح هذه القطعه من الورق نفسه بتشبه حتى الروايه ان هي كانت عباره عن ورقه في دفتر ملاحظات تخص فاتوره ضريبه البيره والزيت باللغه اليونانيه في عصر البطالمه، اي يعني من 305 الى 30 قبل الميلاد. ومع ذلك تم اعاده طبعا استخدام ورق البردي كقشره لتغليف هذه المومياء. واحنا بنتكلم عن هذه المومياء اللي تم اكتشافها عام 1902 ميلاديه، تم تفكيك الغلاف نفسه من قبل بعثه بحثيه بريطانيه، بحسب يعني بحثيه بريطانيه في مقبره هبه جنوب الفيوم، اللي هي طبعا الفيوم وطبعا ديت كانت في جنوب مصر. هذه البعثه طبعا كانت مكرسه طبعا من قبل مدينه جراتس كتعويض، تم اعطاء هذه المدينه 52 قطعه من الورق وتم تسليمها الى الجامعه. طبعا يعني لقد بقت هذه القطعه بالتحديد تحت الزجاج ل 120 عام تقريبا،
دون ان يعني مفيش حد التفت انتباهه ليها خالص، الى ان تم يعني لفتت نظرها طبعا لوبي اللي هي اللي اكتشفت هذا الامر، لاحظت الخيط والطي. حتى واحنا بنتكلم يعني حتى ان الجامعه نفسها نادرا ما تعقد مؤتمر صحفي للكشف عن كشف علمي بالذات في المواضيع زي ديت، وده طبعا اللي حصل في تقريبا يوم 23 يونيو الماضي، ان هذه الجامعه او جامعه جراتس هي التي قامت بعقد مؤتمر صحفي كبير في القاعه الرئيسيه وبث مباشر طبعا عبر الانترنت للكشف عن تطورات البحث نفسه. حتى واحنا بنحكي عن هذا الامر طبعا ناس كتير ما تعرفش ان طبعا ان مصر اصلا كانت هي اصلا اساس صناعه البردي على مر العصور، وكان في حته اسمها حتى كان ذكرها كده مسلسل الامام الشافعي اللي جه عرضه في رمضان الماضي، حته اسمها تنيس، يعني مش تنيس، تنيس ديت اللي هي موجوده في محافظه الشرقيه، تنيس ديت موجوده ناحيه بورسعيد بالتحديد في حته من الحتت اللي هي مشهوره جدا، ودي كانت اصلا يعني مشهوره بصناعه البردي. واحنا بنتكلم عن الفيوم، احنا طبعا عندنا الفيوم فيها طبعا اثار كثيره جدا، منها الحضاره الرومانيه طبعا مستحوذه عليها بنسبه كبيره، وكان طبعا يعني مقر لعباده الاله سوبك اللي هو اله النسر اللي هو التمساح في عهد المصريين القدماء وما بعده. بنتكلم وبنشرح ان كان في الحضاره اليونانيه الرومانيه، لان حتى هذا الكشف يخش يعني يخص عصر البطالمه. فاحنا بنشرح بنقول ان كان في اثار يونانيه رومانيه، منها طبعا معبد قرنيس، اطلال من معبد قرنيس الشمالي والجنوبي، واطلال مدينه كامله ديت كانت مخصصه لطبعا يعني معاصر العنب، عصر العنب نفسه اللي هي العصارات، وايضا كانت كمان يعني طواحن الحبوب، بالاضافه ان كان في كمان بنتكلم طبعا حاجه اسمها مدينه ماضي، وكان عندنا حتى يعني من الاشياء الهامه جدا معبد قصر قارون، المعبد ده اللي بتتعامد الشمس عليه برضه كل عام، ودي من الحاجات اللي هي اكستند للحضاره المصريه القديمه، وهو تم توريثها لما جامع بعدها من الحضارات اليونانيه بالتحديد، ان هي ظاهره تعامد الشمس على قدس الاقداس في المعابد اليونانيه. عندنا كمان يعني طبعا مدينه طبعا يعني معبد قصر القارون او مدينه قصر قارون دي من المدن الهامه جدا في الحضاره اليونانيه. فاحنا النهارده بنحكي عن مدينه من اشهر المدن، حتى واحنا حتى لو اتكلمنا عليها سياحيا دي المكان الوحيد على مستوى مصر اللي هو ينفع يتعمل فيه السياحه الريفيه نظرا لاهميه هذا المكان بالتحديد. فلذلك واحنا بنتكلم عن موضوع الحاجات القادمه ديت، احنا ممكن بكره نلاقي حاجه جديده جدا يعني ما كناش نعرف عنها حاجه، لان كان في الشهر الماضي او شهر قبل الماضي اللي هو شهر مايو دكتور مصطفى وزير الامين العام اعلن عن اكتشاف اكبر او اقدم مرشدين تحنيط على مستوى العالم، ده في سقاره، وطبعا ده اللي هي جبلة البوستيون. احنا النهارده كمان احنا بنرجع الفيوم، كان في كشف اثري العام الماضي على اعتبار ان كان حاجه اسمها برترهات الفيوم، ودي من الحاجات التي تميز الفيوم البرترهات الموجوده فيها طبعا. فاحنا بنتكلم عن كميه اثار يعني غزيره جدا في هذه المدينه، حاجات لا تنتهي. كمان عندنا طبعا اللي هي الديناصورات المكتشفه طبعا هناك، عندنا حاجات كثيره جدا في الفيوم، اكبر متحف مفتوح للزواحف يعني طبعا الديناصورات، يمكن ما فيش حاجه هو من المعروف يا دكتور فعلا انه الفيوم واحده من اهم المناطق الغنيه بالاثار وبالحفريات في مصر. خليني الاول اشكرك دكتور احمد عامر الخبير الاثري والمختص في علم المصريات والمفتش بوزاره السياحه والاثار.